يا خبر، اركب بس الشباك ده ازاي دلوقتي يا طمطم؟ الهوا شديد قوي، ده جامد قوي. طمطم يا طمطم. ايوه يا ماما، يلا يا ماما انا بردانه قوي. ممكن يا حبيبتي تجيبي لي مسمار من تحت او مفك، اي حاجه رفيعه كده. مش انتي قلت لي ما ينفعش امسك المفك؟ هنزل اجيبه انا، خليكي. ايوه كده، خلاص خلاص يا طمطم يا حبيبتي، دلوقتي ما عادش في برد ولا اي حاجه. انا مش عارفه الجو قلب لي كده فجاه. مش عارفه يا ماما، دي اول مره تحصل. ربنا يستر، بابا لسه ما جاش من الشغل، وانا خايفه يجي في العاصفه الجامده دي وتبقى ايه مشكله ويبرد مننا. انا قلقانه عليه قوي يا ماما. ده التلج بره ايه؟ ربنا يستر. اهو الظهر جه. يا خبر يا عمر، ايه ده؟ ايه التلج ده كله؟ ايه ده؟ ايه ده يا بابا، انت بردان قوي كده ليه؟ بردان جدا جدا يا طمطم يا حبيبتي. تعالى تعالى يا بابا. يا خبر يا عمر، ده انت بردان قوي. غطوني 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 يا جماعه، مش قادر انا متكتك. يا حبيبي يا بابا، يلا يا ماما نجيب الغطا. حاضر حاضر يا طمطم، انا هروح اجيب حاجه اغطيه بيها بسرعه. ايوه يا ماما، بسرعه بسرعه. أوه. انا باينني كده عييت، انا باينني هتعب يا منى. لا لا يا حبيبي، ان شاء الله هتبقى كويس. طب اعمل لك حاجه سخنه تشربها؟ يا ريت يا ريت يا حبيبتي، يا ريت تعملي لي اي حاجه سخنه. حاضر حاضر. يا خبر يا بابا، ده انت سخنه خالص يا حبيبي يا بابا. معقول معقول انا سخن فعلا يا طمطم؟ انا مش عارف ايه اللي قلب الجو القلبه دي، ده كان الجو مشمس وجميل الصبح. مش عارفة يا بابا، انا زعلانة اوي عشان انت تعبان. انت حاسس بايه يا بابا؟ مشكلة اني خرجت من الشغل كمان يا طمطم يا حبيبتي، لقيت العربية عطلانة وجيت ماشي، خدت التلج ده كله فوق دماغي. يا حبيبي يا بابا، يا ماما ماما الحقي يا ماما. ايوه يا حبيبتي، في ايه؟ بابا تعبان اوي. في ايه يا طمطم؟ بابا سخنة خالص يا ماما. بجد معقول؟ اوعي وريني كده يا حبيبتي، اوعي يا طمطم وريني كده يا حبيبتي. فعلا فعلا يا عمر، انت سخن مولع نار خالص. كلمي الدكتور يا ماما، بابا تعبان. اعمل ايه بس دلوقتي؟ لا انا محتاجه اعمل لك كمادات الاول يا عمر، هنشوف حرارتك هتبتدي تنزل ولا لا. ان ما نزلتش نكلم الدكتور على طول. ايوه يا منى، انت عارفه انا ما بحبش الدكاتره ابدا. يلا يا ماما بقى اتصرفي، بابا تعبان قوي. تعالي تعالي ساعديني يا طمطم جوه. يلا حاضر. ماما جابت المية اهي يا بابا. ابعدي عن المية يا طمطم يا حبيبتي علشان ما توقعيهاش، هجيب الفوطة وهاجي حالا. يلا يا ماما، بابا تعبان قوي بيرتعش. حاضر يا حبيبتي حاضر. ايه يا عمر انت متكلفت قوي، طلع راسك كده علشان اعرف اشوفك واحط لك الكمادات. يا حبيبي انت عامل كده ليه؟ مفيش شايف حاجه خالص غير عينيك. بيقول مش قادر يا ماما. لا لا، فك البطانيه شويه كده بعد اذنك بقى، نزلها كده شويه. ايوه يا عمر، ثواني يا حبيبي. سلامتك يا بابا، ألف سلامة. ما تقلقيش يا طنطم، انت خفتي كده ليه يا حبيبتي؟ بابا هيبقى كويس وزي الفل، ما تقلقيش عليه. خلاص بدأت الحرارة تنزل فعلا اهي. هي بتوجعك يا بابا؟ طبعا طبعا بتوجعني يا طنطم. خلاص بقى يا عمر ما تزعلش البنت. وانتي ضحكتي عليا وقلتيلي الكمادات مش بتوجع يا ماما. لا لا، مش الكمادات اللي بتوجعني يا طنطم. امال ايه يا بابا؟ التعب اللي بيوجعني يا حبيبتي، ان انا تعبان وزوري بدأ يوجعني اهو. سلامتك يا بابا يا حبيبي، يا رب كنت إيه؟ انا بقولك ايه يا طمطم يا حبيبتي، لا بعد الشر عليكي، كنت انتي ايه بس يا حبيبتي. في الدولاب بتاعي يا حبيبتي مضاد حيوي كده، شريط، ممكن تروحي تجيبهولي وتيجي؟ شريط؟ ايوه في انهي دولاب يا ماما؟ في الدولاب بتاعي. حاضر يا حبيبتي. خدي يا حبيبي، اتفضل اتفضل. شكرا شكرا يا منى، انا مش بحب الدواء انت عارفه. معلش يا عمر بقى، ما تعملش كده قدام البنت، تقول عليك ايه؟ يلا يلا علشان تبقى كويس. حاضر حاضر يا ستي، امر الله، ناوليني الميه. حاضر يا حبيبي. اروح انا اجيب الميه يا ماما. روحي انت يا حبيبتي، روحي بسرعه. لا خلاص روحي انت وانا هقعد مع بابا. خلاص يا طنطم. انت زعلانه علشان يا طنطم؟ زعلانة قوي يا بابا، أول مرة أشوفك تعبان كده. لا يا حبيبتي ما تزعليش أبدا أبدا، أنا هبقى كويس وزي الحصان، لما هاخد الحبية دلوقتي هبقى إيه. طب يلا بقى. أيوة. يا حصان قوم بقى.
حاضر يا حبيبتي حاضر. دلوقتي هتبقى كويس يا عمر ان شاء الله، مفيش فيك اي حاجه. ان شاء الله ان شاء الله يا منى. نسيبه بقى ينام شويه يا ماما ونرجع له كمان شويه. احسن حاجه قلتيها يا طمطم، خلينا نسيب بابا يرتاح ونبقى نرجع نشوفه ونطلع عليه كمان شويه. ماشي يا ماما. تعالي يلا يا حبيبتي نرتاح بره احنا كمان. بابا صحي يا ماما، بابا صحي حبيبي يا بابا، الف سلامه عليك. الحمد لله على السلامه يا عمر، اظن دلوقتي بقيت عالي العال. الحمد لله الحمد لله يا منى، ازمه وعدت، انا بقيت كويس كويس واحسن دلوقتي كتير بعد ما اخدت الحبايه وعملتي لي كمان الكمادات. الحمد لله يا بابا ان مفيش حضانه دلوقتي، كان زماني انا اللي تعبت. الحمد لله يا طمطم يا حبيبتي، وحتى لو كان في حضانه ما كنتش ابدا ابدا هنزلك في الجو ده. ربنا يخليك ليا يا بابا. يا حبيبي بابا يا طمطم يا حبيبتي. يا حبيبي يا بابا، بعد الشر عليك، انا كنت زعلانه قوي قوي علشانك. وانا كمان كنت زعلانة علشان انت زعلانة يا حبيبتي، ما تقلقيش خلاص انا بقيت كويس وزي الفل. حضنك ده احلى حاجة في الدنيا. حبايبي الحلوين جمهور قناة العابي، ايه رأيكم اللي حب الفيديو بتاعنا يكمل معانا فيديو تاني من فيديوهاتنا المميزة؟ وما ينساش طبعا يشترك في قناتنا ويضغط على علامة الجرس. تابعوا معانا، مشاهدة ممتعة. ازيك يا مدام سلوى، عامله ايه حبيبتي؟ اهلا بيكي يا مدام منى، معلش انا خبطت في وقت مش مناسب ولا حاجه. لا ابدا، تنوري حبيبتي في اي وقت طبعا. ازيك، انت عامله ايه وازاي النونو الجميل الزغنن ده؟ كويس والله الحمد لله بخير يا حبيبتي. معلش بقى لو كنت جيت لك في وقت زي ده، بس كنت عايزاكي في طلب بس يا مدام منى. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. طب اقول لك، طب تعالي ندخل الاول البيت، ما ينفعش نقف نتكلم بره. لا لا يا حبيبتي، انا بس مش عايزه اعطلك، كنت بستأذنك بس يا مدام منى، لو تقدري تاخدي مودي يقعد معاكوا شويه بس ساعه، انا رايحه مشوار وهاجي على طول. طبعا طبعا، انت بتقولي ايه؟ اكيد دي طمطم هتفرح بيه قوي. انا كمان بحبها قوي، طمطم عسوله وبنوته مؤدبه قوي، ربنا يخليها لك. انا مش هتاخر، هكشف بس على والدتي لان تعبانه قوي وهاجي على طول. ماشي يا حبيبتي، خدي راحتك، ما يهمكيش وطمني عليه. ماما ماما شش، بشويش يا طماطم بشويش، النونو نايم. نونو؟ نونو مين؟ النونو مودي. اه ابن طنط سلوى جارتنا. ايوه ابن طنط سلوى جارتنا، جابته وسابتهولي هنا علشان وراها مشوار مهم. اشوفه يا ماما عشان خاطري. انتي كده هتصحيه يا طماطم. يا ماما عشان خاطري، طب اشوفه بس. تعالي افرجك عليه كده، تبص عليه من بعيد. ماشي ماشي يا ماما. تعالي ورايا بس بشويش. حاضر. الله يا ماما، ده شكله زي الملايكة، ده حلو خالص يا ماما، انا حبيته قوي. طب يلا بقى تعالي ابعدي عنه وسيبيني. طب اقعد معاه شوية لما يصحى يا طماطم. يلا انزلي يا ماما. وبعدين معاكي بقى، اسمعي الكلام. يوه حاضر. ماما ماما. ايوة ايوة يا طماطم، سيبيني بقى علشان اخلص الاكل. حاضر يا ماما، انا هسيبك اهو، بس اسمعيني بس. في ايه يا طمطومة؟ ممكن يا ماما اكلم توتة تيجي تقعد معايا النهاردة شوية، عشان انتي امبارح قلتيلي بلاش توتة عشان الهوم ورك. ممكن، بس هتعملوا دوشة؟ لا لا مش هنعمل دوشة خالص يا ماما، توتة بتحب الولاد الصغيرين قوي. خلاص اما يصحى بقى النونو نتصل بيها تيجي تقعد معاكي بقى وتلعبوا مع بعض انت ومودي. الاول تشربي علبة اللبن اللي حاططها لك على الترابيزة هناك دي. حاضر حاضر يا ماما. يلا سيبيني بقى يا حبيبتي وروحي اشربي اللبن. حاضر حاضر يا ماما. نم نم نم. يا سلام، احلى لبن في الدنيا. اشربي من غير صوت يا طماطم. حاضر يا ماما. نم نم. مش لازم تعملي حفلة. اصلي بحب اللبن قوي يا ماما. وهو كمان بيحب. يا طماطم خلصتي العلبة؟ ايوه يا ماما شربتها كلها. طيب يا حبيبتي انا هشيل العلبة بقى وانتي روحي كلمي توتا في التليفون. حاضر. الو الو. ايوه يا طمطومة. ايوه ايوه يا توتا، عاملة ايه؟ انا كويسة، انتي فين؟ في هدومي. طيب يا توتا بقولك ايه، ما تيجي تقعدي معايا.
انا جاية اهو. خلاص انا اتفقت مع ماما ان هي هتجيبني عندكم النهاردة. في مفاجأة عندنا جميلة قوي. بجد؟ طب انا هاجي على طول. باي باي باي. ها هي فين المفاجأة بقى؟ مفاجأة جوه في الأوضة. زيك يا مشمش، عامل ايه؟ مياو مياو. كويس انك جبتي مشمش معاكي يا توتة، انا بحبه قوي. بس احنا النهاردة يا مشمش هنيجي على حقك، مش نعرف نقعد معاك. ليه؟ عشان مفاجأة يا توتة. انتي هتسيبيني على نار كده يا طمطومة؟ قوليلي في ايه؟ تعالي تعالي بس ندخل اوضتي. تعالي. هي المفاجأة في اوضتك؟ طب يلا بينا. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.